Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. خلونا الحين نرحب بكليمونس أشقر. مرحبا. الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي واستمرار الحياة للإنسان. أي نقص بالفيتامينات ممكن أنه يؤدي لمشاكل صحية متعددة. حديثنا اليوم عن الفيتامينات، فوائدها وأضرار نقصها وزيادتها على الصبا والجمال. بالبداية بدي رحب بدكتور حسن جلاداري. كيفك دكتور حسن؟ منيح الحمد لله. اليوم موضوعنا الفيتامينز. يس. كيفك انت والفيتامينز؟ اوه شو هيئتك الصبح والظهر والمساء؟ تصدقين انا عندي زوجتي دائما تشتكي من كثر ما اخذ الفيتامينز. اوكي. عندي بيج سبلمنتس ودائما لازم الصبح لازم اخذ لي هذا مع هذا مع هذا فاشياء عجيبه غريبه. يعني هي سجلناها، هلا بنحكي رح نحكي كثير عن الفيتامينز بسياق الحلقه، بس في اكتشاف طبي جديد بعالم التجميل هو استخدام جزء من مكونات دم الشخص ذاته لتحفيز انقسام الخلايا الجذعيه واعاده الحيويه الطبيعيه لخلايا بشرتنا. البلازما الغنية بالصفيحات لتجديد البشرة، البليتلت ريتش بلازما أو ما يعرف بالبي آر بي، هو موضوعنا التجميلي مشاهدينا لليوم، وأكيد ما قلنا على دكتور حسن تينورنا بهالموضوع. دكتور حسن، ممكن تفسر لنا أكثر عن هالتقنية؟ زين، هاي تقنية حديثة صرنا نستخدمها احنا، يعني خصوصا في هالفترة هاي. شو اللي يصير؟ يعني اللي يصير ان احنا نسحب الدم اوكي من الشخص نفسه، وبعدين ندخله داخل مثل الماكينه تعمل سنتريفيجيشن. اوكي، اللي يصير بعدين ان الدم راح ينقسم، لان الدم اصلا مو بس مثل ماء، يعني اللي احنا نشوفه بس لونه احمر، لكن لا، هو اصلا مكون من خلايا. فالخلايا الثقيله راح تترسب في المنطقه اللي تحت، وتبقى بعدين عندك البلازما تروح تكون لفوق، وعندك الصفيحات تكون في النص. فاحنا نسحب بعدين هالصفيحات هذه الموجوده ومعها شويه بلازما ونحقنها بعدين في الوش. في الوش بس، او ممكن انه تنحقن بغير اماكن. زين، ترى هي اول الابحاث اللي كنا نستخدمها اصلا هاي الصفيحات هذه اللي هي البلازما، البليتلتس في البلازما. هذه اصلا كنا يستخدمونها اصلا عشان يعني الناس اللي عندهم مثل، مو بس الحروق، اللي عندهم اللي تشوه، يعني اللي عندهم مثل الوونز، شايف مثل الجروح. فصرنا كنا نحط البلازما هذا فوقه ويكون فيها الصفيحات، فكان كنا لاحظنا ان الجروح هذه تلتئم اسرع. فاحنا لما شفنا ان الجرح يلتئم اسرع، قلنا اذا حقناه فرضا في الوش هل يمكن يساعد؟ وصار في ابحاث، خصوصا الابحاث هذه تطورت، يمكن تطورت الابحاث هذه موجوده، يعني اغلب الناس اللي سووا الابحاث هذه كانوا موجودين في كوريا، ابحاث كوريه، اتضح انه صح انه تساعد، يعني من ناحيه انها تعطي مثل نظاره للبشره، فصرنا نستخدمها على هالطريقه هذه. طيب، اذا بدنا نحكي عن الوجه بالبدايه، كيف بيتم الحقن بالوجه وشو النتيجه اللي بنشوفها؟ زين، يتم الحقن مثل ما احنا قلنا، نسحب الدم ندخله داخل الماكينه، ترسبات، نسحب بعدين بس الصفائح هذه نفسها ونحقنها في اماكن معينه في البشره، عاده نحقنها في الاماكن التعبيريه، فتوجد حوالين العيون، مرات حوالين الفم، حتى مرات شويه من الخدود. فتعطي نوعا ما، يعني اول شيء يحس فيه الشخص انه يحس ان المنطقه انشدت. اوكي، لان يعني فيه ليفتنج افكت. هذا يعني ايميديت، يعني الشخص يحس ان الوجه انشد بسرعه. فهذا اللي يصير اول شيء في البدايه. بعدين اللي يصير وجود هالصفيحات هذه في الجسم تحفز على زياده الكولاجين في المنطقه هذه، فتعطي مثل نظاره. عادة الشخص يحس بالفرق بعدين، ما يحس في نفس الوقت. بعد قد ايه وقت تقريبا؟ ياخذ له على الاقل حوالي بين الاربع لست اسابيع عشان يحس بالفرق، لكن هذه طبعا مو بجلسه واحده، لازم ان كل الشخص هذا يرجع لي بعد
اسبوعين نسوي له بعد جلسه ثانيه ونسوي عيدها بعد جلسه ثالثه لمده بعد يعني عم نحكي ثلاث جلسات اسبوعين فرق بينهم. وقد ايه بعد التالي جلسه قد ايه بينطروا وقت؟ من بعد ما نخلص طبعا بعدين عند احتياجات المريض عاده يتم حوالي قريب الست شهور للسنه عشان يرجع لي بعد للمتابعه والحفاظ على نتيجه. صح. طيب رح نكون مع تقرير تصور بعيادتك لنشوف كيف بيتم هالاجراء. مثل ما احنا شايفين ساحبين احنا الدم، والدم مثل ما احنا نشوفه يتلخص طبعا في كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء، وفي نفس الوقت في الصفائح، فاحنا اصلا نبغي اصلا الصفائح مع البلازما اللي موجود في الدم اللي هو اصلا السائل، فكيف نقدر نوزع هالشيء هذا؟ فراح ندخله داخل الجهاز اللي احنا نسميه السنترفيوج ونسكر عليه ونشغله وبنرجع له بعد 9 دقائق ويكون خلاص فصل هو الدم، نسحب احنا الدم ونحقنه بعدين في المريض. دكتور حسن بشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا اياها. مشاهدينا، نقص الفيتامينات هل ممكن يؤدي لامراض خطيره؟ رح نشوف سوا هالموضوع بعد بريك. الشخص الذي يعاني من الحركة الزائدة أو من يمارس الرياضة 3 مرات أسبوعياً عليه الإكثار من الكالسيوم والمغنيسيوم. تشنج عضلي، رائحة فم كريهة، عوارض مختلفة والمسبب ممكن يكون واحد، نقص بالفيتامينات والمعادن. للاطلاع أكثر عن هالموضوع بنستقبل سوا دكتور ميرفت منصور. دكتور منصور منرحب فيك كلنا بيوث كلينك. دكتور، بالبداية كاميرا يوث كلينيك سألت الناس إذا بيعتبروا الفيتامينز دواء أو مش دواء. خلينا نشوف هالتقرير ونرجع نبدأ بحديثنا. الفيتامينز لا مش دواء، لا سبليمنتس، لا ده مكمل غذائي. وفيتامينز موجود بكل الأكل فأكيد دواء. لا مش دواء، يعني حاجة لو انت الاكل بتاعك ناقص فيتامينز ومينرالز فالفيتامينز دي بتعوض. يعني برايي ان الفيتامين شيء مهم ويمكن كونسيدرت انها دواء. والله احسن دواء هي الفيتامينات، انا احبها كثير. انا عامة يعني مش باخد ادوية قوي لوقت البرد، فبعتمد اكتر على الفيتامين. فيتامين دواء لانه مهم للبني ادم. يعني اكيد دواء، اكيد دواء، هو مكمل غذائي. ايه دواء. فيتامينز حسب العمر، بس تكبري انت بحاجة اكتر لإلهم، بس ما انهم دواء يعني هم قوية. ما بعتبره دواء بس بيساعد، اذا عندنا نقص بالفيتامين مفروض ناخده. دكتورة منصور، الفيتامينات بالنهاية دواء او مش دواء؟ الفيتامينات احنا بنعتبرها مكمل غذائي. ولكن في بعض الاحيان ممكن نستخدمها كدواء. في مثلا فيتامين بي 3 بيستخدم في ممكن في علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم. فيتامين بي 9 ممكن السيدات الحوامل بيستخدموه اللي هو الفوليك اسيد عشان يمنع حدوث تشوهات الانبوب العصبي في الجنين او اللي بنسميه السباينا بيفيدا. وممكن فيتامين اي ممكن اوقات بيستخدموه في مرض الاتش اي في، بيبطئ من نمو الفيروس. نعم، يعني بالنهايه لو كان دواء دكتور حسن وكريستال يمكن ما كنا بنشوفه بكثير من الدول، بينبيع بالسوبر ماركت والتكاكين وبعلبه كثير كبيره، ما هيك؟ صح. لا هو ترى على حسب الجرعه، في بعض الجرعات تكون يعني جرعه دواء مثل فيتامين دال، في بعض الجرعات هذه ناخذ ناخذ كدواء، وفي بعض الجرعات اللي تحصلينها فرضا في الصيدليات يكون يعني عاده الجرعه تكون اخف واقل، فيكون يعني عاده كمكمل غذائي. بس معكي حق، ما بده بريسكريبشن، يعني مش هيك بدنا دائما نراجع الطبيب المختص او الاخصائيه التغذيه ببعض الحالات. يعني اكيد كريستال بعد عارفه هالشيء هذا اكيد، وهي بتخبرنا بعد بزياده ان هم في 4 فيتامينات فات سوليبل اللي الجسم يقدر يخزنهم. اوكي،
والفيتامينات الباقيه ان كي الفيتامينات الباقيه الجسم يتخلص منهم عاده يعني مع يعني ما تقريبا لما تروح واحد يروح يتبول يعني بيكوز ذير واتر سوليب بالماء فالفيتامينات اللي يقدر الجسم يعني يحافظ عليها عاده نسبه النقص فيها تكون اخف من نسب الفيتامينات الباقيه فهذا اللي عاده يحصل والفيتامين الوحيد اللي الجسم الانسان اللي يقدر هو بروحه يفرزه من غير اي يعني ما اي مساعده ثانيه اللي هو فيتامين د فيتامين د هو الجسم يعني هو الشيء الوحيد اللي يقدر يفرز الجسم لكن باقي الاشياء لازم ناخذها احنا من الاكل اكيد هون بدي اسالي كريستال كاختصاصيه التغذيه بتشجعي على تناول الفيتامين بنشجع اكيد ما في شك يعني ببعض الحالات هلا الاشخاص اللي عم بيتناولوا كميات كافيه من الاكل يعني اللحوم والاسماك والدواجن بيومياتهم مع الخضره والفواكه والبقوليات بشكل عام منهم عايزين بس في بعض الحالات عند الحوامل مثل ما تفضلت وقالت الدكتورة عايزين الفيتامين بي 9 الفوليك أسيد عايزين الحديد كمان الأشخاص اللي عم بتبعوا نظام غذائي صارم ليخفضوا وزنهم منقول عند الرجال أقل من 1500 وحدة حرارية وعند النساء أقل من 1200 هالأشخاص هالفئة الأشخاص بيعوزوا كمان في عنا بعض الحالات مثل لاكتوز انتوليرانس يلي ما فيهم ياخذوا الحليب ومشتقاته بعض الأمراض اللي بتصيب الكبد أو البنكرياس أو المسران الغليظ بعض الأنواع العمليات مثل الجاستريك باي باس وأكيد الأشخاص اللي بتجاوزوا عمر الخمسين سنة بيعوزوا كمان الفيتامين دي والفيتامين بي 12 لأنه بيلاقوا صعوبة لحتى ينجون واحنا بعد تكلمنا عن نقص الفيتامينات ترى زياده في الفيتامينات كان بدي اسال ما هيك كان بدي اسال دكتور منصور دكتوره نقص الافراط باخذ الفيتامينات ممكن يكون كمان مضر وقد ايه هو مضر يعني انا في رايي ان الديفيشنسي اللي هو النقص هو يعني نفس الاعراض هي نفسها الاعراض اللي هي فور اوفر دوز بهالحاله انه نحن بنعرف انه في كثير ناس بياخذوا على صحه السلامه كل يوم الصحه في اليوم الصبح حبه مالتي فيتامينز او حبوب من الفيتامينز يعني قد ايه بيكونوا عم بيضروا بحالهم هو على حسب الكميه يعني على حسب الفيتامين فصار عندك مثل فيتامين د اذا زدنا عن فيتامين د لان اهم الفيتامينات اللي احنا نقدر ندخلها في الجسم ونحافظ عليها اذا زادت يمكن تسبب تكلس تصير في تكلس في الشرايين اذا زدنا في فيتامين سي اوكي يمكن يسبب بعد مثل حصوات في الكلى فهذا فيتامين سي فيتامين اي تو ماتش فيتامين اذا كان بزياده يسبب جفاف في البشره يعني التوجيه مهم هون كثير مهم حتى دكتور حسن البيتا كاروتين يعني اخر دراسات هلا عند الاشخاص يلي بيدخنوا بيزيد من خطوره الاصابه بسرطان الرئه فهذه معلومه يعني لازم يعرفوها المدخنين زين قلتي لي على البيتا كاروتين انت الكاروت شو لونه؟ اورنج لان في حاله احنا نسميها الكاروتينيميا في الجسم اذا كان زياده البيتا كاروتين يصير شكل لونه البرتقالي لا وجه البرتقالي طب بسيق هالموضوع دكتوره بدي اسالك اذا في شخصين واحد بياخذ كل يوم الصبح حبه مالتي فيتامينز والثاني ما بياخذ هل الشخص اللي بياخذ يمكن محصن اكثر واقل عرضه للاصابه بامراض او مش بالضروره هالشيء لو الشخص بيتناول خضروات وفواكه وأكل صحي فالأكل الصحي بيحتوي على فيتامينز أكتر من يعني ما احنا أكتر مما نتصور يعني فلو الواحد بياكل اكل صحي بياكل قدر من الخضروات والفواكه اعتقد ان هو مش بحاجه الفيتامينز فما اعرفش راي الدكتور ما في شيء نحن بنسميه فود سينرجي دكتور حسن وقت كل هالفيتامينز والمعادن اللي موجودين طبيعيا بالاكل حتى مع عناصر غذائيه مثل الفايتو كيميكلز بيتعاونوا كلهم مع بعض وبيعطوا مفعول احسن بكثير من الادويه الا فيتامين واحد اللي هو فيتامين د صح انه موجود في الاكل لكن لا نحتاج جرعات شويه من الشمس هي في هني في تناقضات في بعض الناس يقولون لا لازم يتعرض للشمس عشان يحصل فيتامين اكيد اذا كان دكتور جلديه يقول لهم لا طبعا بدك تقول لهم لا هون بدي اسالك سؤال دكتور حسن بالفيتامينز في مواد مضاده للاكسده بتساعد على تاخير يمكن عمليه شيخوخه البشره صح في يعني هو عاده الفيتامينز اللي هم الانتي اوكسيدنتس اولهم احسنهم هذا الفيتامين سي اوكي لانه هو موجود في الكولاجين اوكي الكولاجين اصلا يعني الكولاجين ما يتكون الا اذا كان الفيتامين سي موجود معه دكتوره ميرفت منصور اهلا وسهلا فيك بيوث كلينك انبسطنا بوجودك معنا وبشرك على كل المعلومات الطيبه هل ممكن محاربه نوع من انواع سرطان الثدي بحبه فيتامين بنشوف هالتقرير ومن بعده تمارين رياضيه مشروبات غنيه بالفيتامينات اكيد بالصبا وجمال بعد العلاقه
الفيتامين دي يحمل وعودا في محاربة سرطان الثدي القاتل، فقد اكتشف العلماء إمكانية علاج جديد للسرطان يعتمد على الفيتامين دي، إلا أنه ليس كل مرضى السرطان قد يستفيدون من هذا العلاج، فالأوفر حظا للاستفادة منه هن النساء المصابات بسرطان الثدي الثلاثي سلبية القاتل الذي غالبا ما يصيب النساء صغار السن، وعلاجه أصعب بكثير من أي نوع آخر من سرطان الثدي، فالنساء اللواتي ولدن مع جينات BRCA1 معرضات لخطر أكبر لإصابتهن بسرطان الثدي والمبيض. زيت الزيتون من أغنى مصادر فيتامين ها. ينصح الأطباء بتناول هذا الزيت بشكل يومي للوقاية من أمراض السرطان والحصول على بشرة نضرة وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة. نباتية ويتبعوا حمية نباتية لأسباب عديدة، منها اجتماعي، ديني، للمورال، كنمط حياة أو لأسباب صحية. لازم النباتية ينتبهوا كتير منيح أنه عم يحصلوا على الغذاء، الفيتامينات والمعادن الكافية. بهالفكرة رح نحاول نظهر حسنات وسيئات هالحمية، أكيد مع كريستال. هاي كريستال. كريستال نباتية، فيك تخبرينا أكثر عن هالحمية؟ وهل أنه مزبوط مثل ما كتار من الناس بيفتكروا يمكن أنه بس هي حمية بترتكز على الخضرة والفواكه؟ أكيد لا، بالنتيجة في عدة أنواع أنظمة غذائية نباتية. فيها تكون مثلا عنا اللاكتو أوفو فيجيتيريان، يلي بالإجمال بيتناولوا الحليب ومشتقاته والجبنة واللبنة والبيض، ولكن أكيد بيستثنوا اللحوم والدواجن والأسماك. عنا مثلا الأوفو فيجيتيريان يلي بالعكس ما بيتناولوا مشتقات الحليب ولكن بيتناولوا البيض وما بيتناولوا اللحوم والدواجن. وعنا الفيجان يلي هو أكتر نوع غذائي صارم كنباتي، بيستثنوا كل الفئات يلي تحدثت فيهم قبل ما عدا البقوليات والحبوب والفواكه والخضرة. في الفلكسيتيريان يلي هو نوع غذائي نباتي بالأصل، ولكن بيدخلوا بعض أنواع، يعني بعض كميات قليلة من الدواجن واللحوم والأسماك ببعض الأوقات. وأثبتت الدراسات أن الأشخاص يلي انتقلوا من نظام غذائي حيواني لنظام غذائي نباتي أو فليكسيتيريان خففوا من عرض، يعني من أنهم ينصابوا بأمراض القلب وأمراض السكري وضغط الدم حتى بعض أنواع السرطان. طيب هل فينا نقول أنه اللحمة مثلا أو البروتين خلينا نقول مشكلة للنباتي؟ مشكلة. نرجع يعني نوعية النظام الغذائي اللي عم نحكي عنه. إذا كانوا بتناولوا الحليب ومشتقاته بياخذوا البروتين اللي هو البروتين الحيواني من فئة الطعام أو حتى من البيض يلي بيزودهم بالإسنشال أمينو أسيدز. أما البروتين النباتي فيه النون إسنشال أمينو أسيدز يلي هو جسمنا ما بيعوزه فيه ينجو لحاله. ولكن الأشخاص يلي بيتبعوا نظام غذائي الفيجن أو النظام الغذائي النباتي الصارم بدهم دايما ينتبهوا يكونوا حريصين على مزج كل أنواع الفاصوليا والبقوليات والحبوب يلي هي يكونوا عم بيعوضوا. يمكن بيعوضوا مثلا إذا منفرج هون صحن المجدرة المجدرة فيها العدس. أنا بحب كثير المجدرة، شهيتيني المجدرة. هي الصحن هون جملنا بعض أنواع البروتين مع بعض بطريقة أنه نحصل على جودة أعلى للبروتين، يعني هون بتوازي كأنه قطعة ستيك. وحتى الصوي بينز الإدمامي بينز بيجوا كمان على شكل على حليب الصويا أو عن التوفو أو اللي هي جبنة الصويا، كمان بيأمنوا البروتين اللي هي كومبليت بروتين فيها كل أنواع الإسنشال أمينو أسيد اللي جسمنا بيعوزه. طيب اليوم أنا بعرف أنك محضرتين مسابقة غذائية اليوم. نعم، رح نقي صبيتين من الجمهور. بتخيل معنا منى ورنا، تتفضلوا. صبيتين حلوين كتير حلوين. منى ورنا كيفكن؟ حاضرين؟ يلا كريستال عندها مسابقة. سؤالات منن صعبين. رنا ومنى، أيهم من الأكلات اللي موجودين قدامكم بالنسبة لكوب أردشوكة إذا منقارنوا لكوب كوسة، إذا منقارنوا لكوب بروكولي، أيه فيه ألياف أكتر؟
من الأردشوك زقفة يعني الأردشوك. مع أن السؤال منه سهل أبدا، يعني كوب من الأردشوكة بيأمن تقريبا 14 جرام من الألياف، مقارنة لكوب كوسة بيأمن بس 2 جرام، وكوب بروكولي بيأمن 5 جرامات. ما في شك كلهم صحيين، بس الأردشوكة فيه ألياف أكثر وفيه كتير مواد مضادة للأكسدة حسب الـ USDA. تاني سؤال حسألكم إياه، إذا منقارن هون عنا تقريبا 200 جرام من السردين المعلب ما منقارنهم كمان لكوبين بامية أو كباية لوز، أي فيه نفس كمية الكالسيوم يلي موجودة بكباية حليب؟ فيكن تجاوبوا الميكرو معكن على كل حال إذا بتحبوا تجاوبوا. السردين أوكي جواب صح، ولكن كمان كأنه متفقين هيتكون، بس الكليتة فيهم نفس كمية الكالسيوم، فإذا للأشخاص اللي ما بتناولوا الحليب ومشتقاتهم فيهم ياخدوا السردين مثل ما فيهم ياخدوا اللوز أو البامية، كمان بتأمن لهم كمية كالسيوم قد كباية حليب. مهمة أوكي. ثالث سؤال، إذا منقارن الكينوا مع الرز الأسمر والبرغل أي فيه كمية بروتين أكتر؟ رز الأسمر. رز الأسمر وحضرتك؟ كمان كيف تغيري؟ اوكي هذا جواب خطا للاسف، يعني الكينوا هو يلي بيأمن كميه بروتين اكثر، بكبايه كينوا عندنا تقريبا 8 جرامات من البروتين مقارنه للرز الاسمر والبرغل فيه تقريبا 5 جرامات من البروتين، والكينوا كثير صحي بيأمن كثير من المعادن والفيتامينز. فعلا. اخر سؤال لكم، بالنسبه للحديد يلي موجود بالاكل ايها من الحامض او الشاي والقهوه يلي بخفف من امتصاص الحديد بالجسم؟ شاي والقهوة. معك حق عن جد برافو، يعني أنا كثير مبسوطة فيكم اليوم. لا بدنا نقول للمشاهدين إنه نحن مش عاطينهم السؤالين. مزبوط، الشاي والقهوة هنا بخففوا من امتصاص الحديد النون هيم يلي هو الحديد النباتي، فقد ما فيكم بعدون عن للأشخاص النباتيين يبعدون عن الغداء أو العشاء بساعتين، أما الحامض هو بيعزز امتصاص الحديد بالدم، فشكرا بنات. شكرا لكم صبايا وزبطت معكم، خلينا نقول لها كريستال. شكرا كريستال، ميرسي على المسابقة المهضومة. مشاهدينا، أظهرت أبحاث أجريت مؤخرا أنه تناول بعض الأنواع من الفيتامينات ممكن يزيد خطر الإصابة بالكاتاركت أو ما يعرف بإعتام عدسة العين، هل هالشي صحيح؟ منشوفه منكتشف سوا بهالتقرير. الكاتراكت او المايه البيضاء هو عباره عن عدسه العين اللي المفروض شفافه ملهاش اي لون، يبدا لونها يتغير ويعتم، يبقى فيها نوع من انواع التغييف في شفافيه العدسه، يعني في الاول الشفافيه بتاعت العدسه بتبقى زي لون الميه، مفيش اصلا لون، تبتدي لونها يتغير يبقى لونه ابيض، لو تركت اكتر من كده اللون بيتحول للون الاصفر للبني، واحيانا في الحالات المتقدمه جدا جدا لون العدسه بيبقى اسود. طول ما العدسة بتفقد جزء من شفافيتها ده ما بيسمحش للضوء انه ينفذ بكمية كافية لداخل العين عشان يبقى فيه رؤية واضحة. في انواع من انواع الادوية او العقارات الطبية اذا استخدمت بدون اشراف طبي لفترات طويلة ممكن تؤدي للاصابة بالماء البيضاء زي الكورتيزون مثلا. ده يعني تصوير سريع للعملية، ادي العدسة بتاعت العين، هنعمل فتحة صغيرة من المكان ده ما تزيدش عن 3 ملي، بندخل بجهاز زي القلم، الجهاز ده بيفتت العدسة وبيمتصها خارج العين من الفتحة الصغيرة دي، وبعد كده بيظل بس المحفظة أو الغشاء الخارجي بتاع العدسة. بنقدر ندخل بإنجكتور زي ما حدك شايفة، الإنجكتور ده فيه العدسة فولدد بنحقنها والعدسة بتتفرج جوه العين عشان تدخل من جرح صغير. دلوقتي ممكن المريض يعود في خلال يومين بالكتير للعمل ويمارس عمله طبيعي. بالنسبة لقصة الفيتامينز ان ريليشن للكاتاركت أو المايه البيضاء، مفيش إثبات واضح إن الفيتامينات الحقيقة ممكن تحسن قصة الكاتاركت. في فترة من الفترات من فترة طويلة جدا كان في أتراك بتتباع في السوق وناس بتستخدمها بانتظام على أمل إنها تحسن شفافية العدسة أو تعالج المايه البيضاء. إحنا منعنا استيراد الأتراك دي أو العقارات دي من حوالي يمكن أكثر من 17 سنة. هلا. كيفك؟ ايه الاخبار؟ انا منيحه. إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. ابراهيم، كمدرب رياضي شو رايك بالمغنيه الامريكيه ريهانا؟ رايي فيها كايه؟ كراجل ولا كمدرب؟ انه بدأ كراجل ومدرب. كراجل. خلينا نبلش كراجل. كراجل؟ مفيش بعد كده.
حلو كتير. لا ليك في كتير مشاهدات عم تحرق لهم قلوبهم اليوم. لا طبعا مش احسن من اللبنانيات طبعا. احنا هذا بنتكلم نص كلمة والغير اللبنانيات طبعا. بدك ترجع على بلدك او انا عايز اطلع سليم من هنا، فلازم نمدح في اللبنانيات شوي. ايه اكيد 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 نحن بنستاهل. اكيد طبعا اكيد حد يقدر يقول كده. طب هون هلا كمدرب شو رايك فيها وشو سرها للمحافظه على هيك جسمها ورشاقتها؟ يعني من غير ما نتكلم كتير، بص شكلها الفيزيكال فيتنس بتاعها غير طبيعي. بتتمرن يعني مش اقل من 5 مرات في الاسبوع. بتعمل كارديو فاسكولر، بتجري، بتعمل كل حاجه في الفيتنس كانها لعبه رياضيه بالظبط عشان توصل للبرفورمانس بتاعها اللي احنا شايفينه ده كله. طيب خلينا نشوفها سوا بهالتقرير، شو رايك؟ يلا بينا. تقرير للحصول على جسد رائع مثل المغنية الأمريكية ريانا. تقول مدربتها الشخصية أن ريانا تمارس الرياضة 5 أيام بالأسبوع لمدة 25 دقيقة. التمارين مقسمة لخمسة أجزاء، بدايتها مع تمارين التحمية لتنشيط دقات القلب، يليها تمارين القسم العلوي، من ثم تمارين القسم السفلي، من بعدها تمارين لشد المعدة والبطن، وفي النهاية تمارين لخفض دقات القلب. بالإضافة للرياضة تتبع ريانا نظام غذائي مقسم لخمس وجبات صغيرة في النهار، ومن الضروري أن تتضمن الوجبات البروتين، الألياف والكربوهيدرات، دهون صحية ومشروبات خالية من السكر. يعني فعلا حلوة وجسمها حلو طبعا. بتشجعنا على الرياضة، ما فيش اتنين يختلفوا على الكلام ده. ما هيك بالزبط. طيب إبراهيم شو محضرنا لليوم؟ والله محضر شوية تمارين هتخليكي أحلى من ريهانة. أوكي، يعني بحاجة كتير لتمارين لصير أحلى من ريهانة. مش كتير قوي يعني، ميرسي منيح ظبطتها. يلا فرجينا. يلا ماشي، هنبدأ الأول كورمينج أب. بنسخن الأبر بودي الأول، كلام بسيط خالص أي حد يقدر يعمله. ده بيعمل ورم قبل كل عضلات الابر بادي وبدأ توازن كمان. وبعدين وهلا شو عم نعمل؟ اوكي، انت بتعملي عمليه تحميه. اوكي كويس، بتعملي طاقه حراريه في جسمك كله عشان تقدري تخش على التمرين. اوكي بعد كده مثل البوش ابس كمان. ما هيك بس مور ادفانسد. وبعدين تبتدي تقفي. قولي كم مره كل حركه لازم نعملها ابراهيم؟ مش اقل من 10 مرات، مش اكثر من 20 مره. وكل يوم؟ كل يوم. كل يوم تقدر تعمل كل يوم، شغل مرات كتير خالص. اوكي بعد كده انا بفضل التمرين ده تعمليه بتايم. نعم. ما تعملوش بعدات كتير. اوكي بعد كده التمرين ده مهم قوي للجلوت او الهيبس. اوكي بيشغل كل بطنك. هون عم بتشغل المعده والاجرين. يا المؤخره والمؤخره. اوكي حد بيسقف شفتي؟ هلا افهم شو عم تقولي، ما حدش بيزقف. لازم تقفونه طول الوقت لابراهيم، بده حمام. بعد كده بنعمل تمرين للضغط. اوكي، قولي كم كيلو ابراهيم؟ ديت؟ حوالي 5 كيلو. بس شكلها بس اللي يعني كبير. بس هيك 5 كيلو على الخفيف. عشان 5 كيلو. على الخفيف يعني ما رح اجرب احملها. بالضبط. بتعملي كده. ما تقول لي اي حدا في يعملون. اي حد مش شايفها بصعوبه؟ انا لا ابدا. شو سهل خالص. سهل خالص. يا خالص. بعد كده بنعمل تمرين للمعده. أه. سهل قوي بسيط. انت بتحط الكوره كده. نعم مهضومه هالحركه. يا يعني حركات ما فيهاش اي اي حاجه صعبه. والمهم ابراهيم انه هول الحركات فينا نسويهم بالبيت. يا باي مكان. باي مكان وما بدهم كثير سبيس خالص. شايفين استغلينا ايه؟ ما استغلناش مكان كبير. لا بعد عنا. تعمل لونجز. اوكي
شغلي دراعتك وكل حركة 10 مرات مثل ما قلت من 10 ل 20 هون عم بتشغل الاجرين والايدين اوكي اخر واحد للور باك القطنية ابراهيم كيف بتم اختيار الثقل يعني الويت او الحين مش عارف اتكلم وانا بقول بفهمك اوكي الويتس انت بتختاريه لو انا عايز اعمل تونينج او لو انا عايز ما زودش عضلاتي احافظ عليها بس بختار 65% من الماكسيمم ويت اللي انا بشيله ازاي يعني انا لو بقدر اشيل في 10 عدات 10 كيلو مثلا فبلعب بكام ب 65% يعني حوالي 6 كيلو فهم الموضوع بسيط فهمت ازاي؟ الموضوع كيف فهمت عليك شكرا ابراهيم لا ازاي على كل النصائح دايما اللي بتعطينا اياها والتمارين المفيده يعني زقفه كبيره لك الخلايا الجذعيه الستم سيلز واهميتها لصحتنا بعد البريك تتأثر العديد من الفيتامينات بالحرارة المرتفعة أو الجو الرطب لذا ينصح المختصون بإغلاق عبوات الفيتامين بشكل محكم والتأكد من الاحتفاظ بها في جو جاف حتى لا يفقد الفيتامين فعاليته بفكرة أخبار يوث كلينيك اليوم عنا خبر عن جوينس بالترو وهايدي كلوم جوينس بالترو 40 سنة مشهورة ببشرتها النقية الخالية من العيوب تعترف بأن أجرت ما يعرف بالتيرماج علاج للبشرة بيساعد على إزالة التجاعيد ولكنها ما عملت أي عملية تجميل لأنها ببساطة ما بتمانع ظهور بعض التجاعيد بتقول هايدي كلوم 40 سنة عليك العناية بجسمك ككل لما بتفكري بتقدم السنين وعليك أنه تكوني قوية وهذا الشيء بيبدأ من نظامك الغذائي الصحي وشخصياً بعتمد للحفاظ على شبابي تناول كوب من الحليب يومياً قبل النوم بركة تندهشوا إذا عرفتوا أنه عارضة الأزياء الشهيرة هايدي كلوم عندها 4 أبناء وبتأكد أنه سر شقتها الملحوظة هي أنها دائمة اللعب والحركة مع أبنائها فهي بتشاركهم بكل أنشطتهم مما بيساعدها على خسارة الوزن الزائد سريعاً دون الشعور بالتعب الإنسان من العديد من الخلايا المهمة هيدي الخلايا مسؤولة عن الكثير من العمليات بأجسامنا على سبيل المثال خلايا القلب مسؤولة عن دقات القلب خلايا الدماغ مسؤولة عن التفكير خلايا الكلية مسؤولة عن تنظيف الدم خلايا الجلد بتقوم باستبدال خلايا الجلد عند الحاجة الخلايا الجذعية بتتميز بقدرتها على الانقسام لتجديد نفسها وأيضا الانقسام لتكوين أنواع مختلفة من الخلايا شو هي الخلايا الجذعية الستم سيلز وشو أهميتها لصحتنا الموضوع يلي رح نتطرق له مع دكتور إلينا سيف دكتور إلينا سيف منرحب فيك بيوث كلينيك بالبداية شو تعريف الخلايا الجذعية؟ الخلية الجذعية هي الخلية المؤسسة لكل أنسجة وأعضاء الجسم نعم بتجي بالاساس من شيء اسمه ستام سيل بول بيجي بعد تلقيح البويضه ببلش من هونيك الستام سيل هي خلايا اذا بدك علميا تعريفها هي الخلايا اللي بتقدر تنقسم على حالها تنقسم تعطي خلايا سيلولوس او خلايا جذعيه مثلها وتحت اي ظروف معينه ممكن تصير خلايا سبيشالايزد يعني متخصصه لنقول بالعظم خلايا عظميه او بالعضل خلايا للعضل او بالدماغ خلايا للدماغ نعم هي شغلتها استبدال وتصليح العيوب بالجسم دكتور نصيف شو الفرق بين الخلايا الجذعيه الجنينيه والخلايا الجذعيه المستحدثه الخلايا الجنينيه هي الخلايا اللي بتصير بالشيء اسمه بلاستوسيست هذا بيصير بخامس يوم بعد التلقيح تبقى بويضه كتير صغيره انجت تنقشع بالعين المجرده فيها 150 ل 200 خليه جنينية بهالوقت هذا بتكون بويضة ما بيكون فيه لا دم ولا لحم ولا عظم ولا أي شيء تاني وبكلمة جنينية هون دكتور شو يعني بالبويضة قلب البويضة الصغيرة ومن بعدها ما بتقعد تشوفيها بعد لأنه بهاي الفترة وبعدين بتصير تنقسم وبتصير 200 نوع خلية يعني عند القدرة أنه تعطي كل أنواع الخلايا أما النوع الثاني من الخلايا اللي هي الأدلت اللي هي موجودة بأربع أماكن متعارف عليها اللي هن النخاع العظمي
والدم وبالحبل السره وبالمؤخرا بال 2002 عرفوا انه موجوده بالفات من الدهون وعم يستخرجوها من الدهون. نعم. دكتور نصيف قبل ما نكمل حديثنا عندنا سؤال وصلنا عبر الايميل من لميس من فلسطين بتقول انه عدد من اطباء جراحه نسائيه صاروا عم بيطرحوا على المراه الحامل اذا كانت بتحب تحتفظ بحبل السره بعد الولاده، هل بتشجع على هالامر وليش؟ أكيد الحبل السرة مثل ما سبق وقلت لك فيه كتير خلايا جذعية أضلت هيدي أكيد سهل حصول عليها، بياخدوا الدم من حبل السرة وبيعملوا له شيء اسمه بانكينج بضل عندها للمريضة بيحتفظ بمختبرات فيهم يستعملوه وفي كتير عم يستعملوه لأمراض خاصة الدم، وأول مرة استعملوه كان ب 88 بباريس لولد عنده شيء اسمه فانكوني انيميا بقى اخذوا له من اخته اللي هي توين عندها نفس الاتش ال اي وعملوا له زرع منها هي وبعده طيب من 88 وعايش الولد مش قليل يعني صاروا عم بيستعملوه اكثر واكثر عم بيستعملوها صح. نعم دكتور حسن نحن هيدا عالم بحد ذاته قد ايه بتعتبره مهم؟ والله هو مهم كثير لنا يعني احنا ما يصير نتكلم بس عن الجمال والتجميل وانه تساعد بس عشان يعني نوعا ما تخلي الشخص يحس بنضاره وشباب، لأن صار أصلاً اللي يعني الأشياء اللي صرنا نحن نستخدمها من يعني الستمسلز هذه للحين طبعاً في إجراء الريسيرش والأبحاث إنه صاروا يستخدمونها في الأمراض العصبية اللي مثل الألزهايمرز اللي مثل الباركنسونز، فكثير من هالأشياء هذه اللي تأثر على الأعصاب وتأثر فرضاً على المشاكل الأعصاب صاروا يستخدمونها الخلايا الجذعية بعد. هيدا إذا بدك هيدا هو مستقبل الطب. هلا تقريباً من المتعارف عليه أن مستقبل الطب هو بضمن الستام سيلز، في شيء اسمه الانديوست بلوريبوتنت ستام سيل، شو يعني بتاخذ خليه بتعمل لها ريبروجرامينج، كيف تعمل للكمبيوتر ريبروجرامينج؟ بتصير انديوست بلوريبوتنت سيل، بتعمل لها باللابراتوار بتعمل لها اكسبانشن، وفيك من مثلا من خليه جلديه تعمل هذا البروسيس، تقدر عند واحد عنده الزهايمر عنده مشكله بالدماغ تقدر تخليها تصير خليه دماغيه. انتبه هذا كله بعدنا مش يعني كله دراسات بعد ما في شيء هودي الامور بعد ما في شيء صار طبيا متعارف عليه 100% الا انه يعني الطب الجد يعترف ضمنيا عارفين انه الى حد كثير كبير هذا هو مستقبل الطب. اذا نقدر نوصل من خليه جلديه لنضبط مريض عنده الزهايمر نعمل له خليه دماغ او عند واحد مشلول لنعمل له خليه عصبيه، بعتقد انه بنكون عم نستغني عن كثير اشياء بالطب عن علاجات تقليديه بالطب. يعني دكتور نصيف من خلال خبرتك واطلاعك على هالموضوع قد ايه بتعتبر انه مستقبل الخليه الجذعيه مستقبل مهم ومضمون يعني بعالم الطب؟ اكيد المستقبل هو للخليه الجذعيه بس ايمتى وباي وقت بنصير هيدي تيوري تصير براكتيكال ريلي ما حدا بيعرف. واحنا لازم يعني نخبر الجمهور نخبر المشاهدين كلهم انه يعني مو بس يسمعون عن خلايا جذعيه خلاص ينطون غلط خصوصا من ناحيه التجميل كلنا نستخدم الخلايا الجذعيه انه يساعد وتساعد وكذا. لا الخلايا الجذعيه المفروض في طرق معينه تمشي عليها في يعني اساليب معينه. وهلا نحكي عن هالطرق تحديدا دكتور حسن بدي اسالك عن طرق حق ان الخليه الجذعيه للتجميل بهدف التجميل كيف بتصير العمليه وقد ايه هي مضمونه وبتنصح فيها دكتور؟ ليك الخلايا الجذعيه بدومين التجميل هو بعتقد اقل محل في خطوره من الخلايا الجذعيه. ليه؟ لانه عم نجي شو بنعمل بجراحه التجميل؟ بنجي هالشخص بنجله فات من عنده منطلع من الفات الخلايا الجذعية نرجع هالخلايا الجذعية بنزيدها على شوية فات من عنده بنسمي هيدا الزيادة بنسمي هاللي صار عنا سوبر شارجد فات يعني خلايا الدهن مشبع بالخلايا الجذعية الدهن المشبع بالخلايا الجذعية بنحقنه لنقول بالوجه إذا نحن بدنا نعمل ريجوفينيشن للوجه حقن هالدهن المشبع بالخلايا الجذعية بالوجه اول شغله بيعمل فيلينج للوجه بيعبي الوجه ثاني شيء بيصغر البورز اللي موجودين بيعمل وايتنينج لل مش عليها ايوه بيزيد الكولاجين بالطبقه الجلديه وبيزيد شرايين الدم لانه معروف انه الخلايا الجذعيه بتعمل انجيوجينيسيس يعني بتزيد الخلايا بتزيد الدم للدهون اللي نحن حقناها مشان هيك الدهون بتضاين اكثر نعم بتعمل تونينج وبتغير التكسر تبع الجلد قد ايه بتضاين وقت؟
دراسات بتقول 5 إلى 10 سنين. نعم. يعني عالم جديد وعم ببين يوم بعد يوم، والدراسات عم تبين، وباليابان ناشطين كتير، وبكوريا الجنوبية ناشطين كتير، بس انه بعدنا في حذر ولازم واحد ينطر قبل ما يبلش. دكتور إلي نصيف، بشكرك كثير على كل المعلومات المفيدة اللي أعطيتنا إياها بهيدا الموضوع بالتحديد اللي بهمنا كلنا، يعني بهم أكيد كل المشاهدين. أما نحن هلأ مشاهدينا فرح نكون مع بريك ونرجع منتابع حلقة اليوم. أظهرت دراسات طبية أن انتظام الحامل في تناول الفيتامينات خلال مراحل الحمل يساعدها على تقليل فرص ولادة أطفال منخفضي الوزن وتقليل فرص تشوهات الأجنة. بأهميتها عن العناية بالإيدين، ولكن معظم الأشخاص ما بيمنحوا الأظافر العناية الكافية مقارنة ببقية أجزاء الجسم. دكتور حسن، شو هو التعريف الطبي للظفر؟ زين، الظفر أنا أعتبره هو تكملة الأصبع. فأنت لو تشوفين الظفر صار نفس يعني نفس مكونات الجلد أصلاً، هي مكونات الظفر. فعادة تكوين الظفر يكون من البروتين وفي نفس الوقت مادة الكيراتين اللي أصلاً تكون الجلد. فعشان فيها اصلا ماده كيراتين، وماده الكيراتين هذه اصلا ماده تحافظ على المنطقه وتحافظ على سماكتها، فاستخدام الاظافر عاده عندنا احنا يعني عند الانسان يعني عاد بس يستخدم ك يعني محافظه على الاصابع، فيحافظ عليها من يعني الاشياء الخارجيه. وفي نفس الوقت يخلينا يساعدنا اصلا اذا فرضا بغينا نشيل بعض الاشياء يعني او نخرمش. اي ترى ايام اول كانوا يخرمشون زياده، نحن اذا عصبنا من خرمش ما هيك؟ شو معي صبايا اليوم قولوا. للحديث والتعرف على الطرق الصحيحه للعنايه بالاظافر نستقبل سوا السيده يمنى سعاده. سيدة يمنى، أهلا وسهلا فيك بيوتي كلينيك. اليوم موضوعنا الأظافر والعناية فيهم، بس اللي بدنا نعرفه الاعتناء بالأظافر بيكون بنفس الطريقة لكل الأعمار؟ طبعا اللي صار بالعمر ما بيوزوا نفسه العناية مثل الكبار بالعمر، لأنه مع العمر بيتعص الظفر وبيصير بحاجة لمساعدة بالمقويات بالدوسيسر بالعناية أكثر. طب سيدة يمنى، شو العوامل اللي بتأدي لتغيير لون الظفر؟ ديترجان، الكلور، الدخان، هي بتسبب اصفرار الظفر. مش مزبوط انه طلاق الاظافر هو بيسبب اصفرار؟ لا، سبق وقلت كثرة الاسيتون وهو العوامل الكيميكال، الاشياء الكيميكال اللي بتعرض لها الظفر بتنشفه بغير لونه من كثرة تنشيفه بيقلب لونه على صفار. يعني مش مزبوط وقتها بنسمع انه الظفر لازم يتنفس، هالتعبير اللي بنسمعه غلط دكتور حسن؟ لا غلط، من هالناحيه انه الظفر ما يتنفس مثل الشعر ما يتنفس، ما له علاقه. لكن لا، يعني لازم يعني يكون له يعني نوعا ما طلاء يعني دهني شويه اكثر من الجسم، مثل ما انت كيف لما ترطبين بشرتك لازم الظفر بعد لازم يترطب. السيده يمنى، قد ايه مفعول نسبه مفعول الكريمات المصنوعه من الفيتامينات لتقويه الاظافر؟ نسبة مش كبيرة، لأنه كل شيء كريمات بيشتغلوا على طبقة فوقانية من الظفر السطحية، الظفر معمول من لحم ميت من كراتين، ما بيفوت البرودوي لجوا للعمق، بيشتغل سطحي. فما بيعالج معالجة عميقة. بيأثر هو الأكل الصحيح سبق وقلت يعني. لا طيب، رح نكمل حديثنا، بس قبل في عنا سؤال عبر الهوم فيديو، خلونا نسمعه سوا. لما اعمل اظافيري اروح على محل مختص بالاظافر وصالون لحتى هن يعملوا لي اياهم، بيكونوا يمكن بحس انه بينعملوا بطريقه محترفه اكثر. تعطونا شويه تيبس نعرف كيف نهتم باظافيرنا بالبيت لحالنا. فيك تعمل جيل على ضفيرة، بتصير تعمله مرة بالشهر، بضل البولش مدة شهر على ضفيرة. هيدي أجزاء تكنولوجي للضفير، بيمنع انه تضل تحط فيرنيه بالبيت وهي تعملهم. طيب شو هو الجيل؟ الجيل هي مادة يستعملها حكيم أسنان مقوية، بتنحط على سطح الظفر مثل الإزاز،
بتحافظ على سماكة الضفر ببطل يتكسر، وبدال الفانيلا مدة شهر، وبتخلي الكليانت انه ما تضل تعمل تريتمون للكوتيكول وللسكين، يعني كله بصير اجمل. فينا نعتبر هلا انه خبرتينا سر المهنة كلها او تركتي شيء لك. دكتور حسن، شو السبب وراء إصابة الضفر بالفطريات؟ هو عدم تعقيم الأدوات. فهل يعني التعقيم كثير كثير مهم. فكثير من الناس تعمل لما يروحون في الصالونات، يروحون هالمراكز هذه، يستخدمون نفس الأدوات، ويكون الشخص واحد منهم يكون عنده الفطريات واستخدمها بعدين من غير التعقيم المناسب، يستخدمها على الشخص الثاني فتنتقل الفطريات. وكيف بتتم المعالجه بهالحاله؟ معالجه فطريات الاظافر يعني شيء من الاشياء، ما بقول لكم صعبه، لكن تاخذ مده طويله. في بعض العلاجات الخارجيه الحين، في مثل في الطلاء نستخدمه عاده، اللي هو في ماده معينه، وفي بعض المرات نستخدم حبوب اكثر طبعا. الاشياء اللي تساعد اللي هي الحبوب، لكن حتى الحبوب لازم الشخص ياخذها لمده شهر لاظافر الاصابع، ومده 3 شهور لاظافر الاقدام. نعم. واللي يصير ان الشكل يمكن ما يتغير، فاحنا لازم ننتظر لحد ما الظفر يكبر عشان بعدين نشيله. فعلى هالطريقه هذه، فيعني خلاص الفطريات ماتت، لكن لازم احنا ننتظر الظفر الجديد. نعم. عشان يوصل. فهذا عاده ياخذ له 6 شهور، صح انه شهر علاج، لكن عشان الشخص يحس انه يوصل لنتيجه لازم ينتظر حوالي قريب 6 شهور. بنوصل لموضوع اكيد بهم كثير من المشاهدات، هو موضوع الوان الفيرني او طلاء الاظافر، فالوان طلاء الاظافر بتفوق نسبه الوان قوس القزح. خلينا نشوف بهالتقرير شو الالوان الدارجه لهالموضوع. الضفير بحد ذاتهم هن مراية للمرأة. أنا شخصيا بنصح بالجيل. الجيل هي مادة طبية بيستعملها حكيم الأسنان، بتنوضع على الضفير الطوال، بتحافظ على طولهم، وبتمنع إنه يلقط أي فطريات على الضفر، وبيبين الديزاين أجمل عليهم بكتير. طبعا تختلف الديزاينات من قوية لأنعم حسب مناسبتها للمرأة وستيلها وحسب طول ضفرها. كفكرة جديدة عن الديزاين، إذا المرأة ما بتحب تعمل ديزاينات قوية مثل هيدا مع جولري شوارفسكي، فيها تستغني عن أشياء مور سيمبل ديزاين. موضة الثمانينات عم ترجع تدرج، منهم ضفير الراوند. رح تشوفوا الفرق بين الديزاين بالجيل والديزاين بالبوليش على الضفير الطبيعيات. بالفيرني فينا نخلط الوان اكثر من الجيل لانه الماده ماليه بالمعنى اكثر. بعصرنا هيدا في كتير تكنولوجي جديدة للضفير بتساعد المرأة انه تبرز اناقتها، وبتعمل ديزاينات على ضفيرها بتخلي ضفرها يلمع وبتزيد اناقة لايدها. سيدة يمنى، كيف بتم اختيار الالوان لكل موسم وعلى شو بتعتمدوا؟ حسب الفصول طبعا، شتاء غامق، صيف الوان فاتحة فرقعة قوية فلاشي، وبتلحق مودة الثياب، الالوان الثياب، يعني شو دارج ثياب الوان بنحط على الضفير كمان. سيدة يمنى، يعني بشكري كثير على هيك المعلومات المهضومة، وابشرتي لنا عن اسرار المهنة كمان، ما بننسى لك اياها بيوث كلينك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، تناولنا فيها حقن الوجه بخليط من الفيتامينات لإضافة رونق وجمال، نقص الفيتامينات وتأثيرها على الجسم، الخلايا الجذعية، الفيتامينات والطعام، تمرين رهانة رياضية مع إبراهيم، وكيفية العناية بالأظافر. فيكم تتواصلوا معنا عبر المواقع الاجتماعية فيسبوك وتويتر، كما أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم عبر البريد الإلكتروني أو الهوم فيديو. نلتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، وتذكروا
انه الصبا والجميل الدايم وين؟ كيف؟ بالقلب. بالقلب.